وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي أكد خلال هذا اللقاء الصحفي الذي عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة أن التظاهر السلمي في إطار القانون حق مكفول، وأن أغلب التظاهرات مرت في ظروف سليمة وعادية. ما يتعلق بقضية حق التظاهر، موقف الحكومة واضح، حق التظاهر السلمي في إطار القانون حق مكفول. الغالبية الساحقة من التظاهرات التي مرت في ظروف سليمة وعادية. الغالبية الساحقة، كم هي عدد التظاهر؟ قبل أمس 22 وقفة وتظاهر، أمس حوالي 15، هو المجموع العام. الغالبية الساحقة مرت في ظروف عادية بما فيها الأولى، يعني التظاهرات الأولى الغالبية. الخلفي أكد في ذات اللقاء أن البحث بخصوص بعض التجاوزات التي حصلت لا يزال مستمرا، كما أعرب عن أسفه للاعتداء على بعض الصحفيين وعن تعاطي الحكومة مع قضية الإسباني دانييل غالبون. قال الوزير إن الحكومة كانت معبأة للعمل وفق التوجهات الملكية التي صدرت بهذا الشأن. الحكومة كانت معبأة العمل وفق توجيهات الملكية التي صدرت بوضوح، ولهذا حتى ما أثير في من قبل بعض المنابر من محاولة افتعال التوترات، بالعكس كان عمل تحملنا فيه المسؤولية من أجل طي صفحة الخلل الذي حصل، وضمان عدم الإفلات من العقاب لذلك المجرم، وجبر ضرر الضحايا، والتفاعل مع التطورات التي حصلت في الحين. الوزير ذكر أيضا بأن جلالة الملك اتخذ سلسلة قرارات أثمرت نتائج برزت على مستوى فتح تحقيق للوقوف على مصدر الخلل، نتج عنه إعفاء المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج والعمل على سحب العفو وإصدار مذكرة بحث دولية وتوقيف المجرم، وانطلاق التعاون بين كل من وزارة العدل والحريات المغربية ونظيرتها الإسبانية للتعاون من أجل ضمان عدم إفلات المجرم من العقاب، ثم إطلاق إصلاح مصدرة العفو.